بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، هل سمع احدكم بمقرئ يرتل او يجود كتابا غير القران؟ لا يوجد. كم مقرئ يوجد في العالم الاسلامي؟ الملايين، كم شخص يحفظون القران؟ عشرات الملايين وبسهوله. دعوني اتامل معكم معجزه لهذا الكتاب العظيم وهي معجزه الترتيل. قدرة هذا الكتاب وإمكانية ترتيل هذا الكتاب هذه معجزة بحد ذاتها دعونا نتأمل. هناك خصائص يتميز بها القرآن ومنها قابليته للترتيل، فالقرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يرتله ملايين الناس. بينما نجد بقية الكتب المقدسة عند أصحابها لا أحد يستطيع أن يرتلها مثل القرآن. هذه الميزة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني سبحان الله حتى الأطفال الصغار يرتلون هذا القرآن وبالملايين يعني هذه مفارقه يعني انك تجد كتاب ضخم مثل القران وبلغه عربيه متينه جدا وصعبه جدا يستحيل تقليدها انك تجد اطفال صغار يعني خمس سنوات سبع سنوات اطفال يحفظون ويرتلون هذا القران بشكل سهل جدا وهنا نتساءل لو كان هذا القران كلام محمد صلى الله عليه وسلم كيف تنبا بان كلامه لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام الصحابه او غيرهم كيف تنبا بان هذا الكتاب سيرتل الى يوم القيامه ورتلناه ترتيلا ان هذه الظاهره ظاهره او او ميزه يعني قابليه الترتيل لهذا الكتاب العظيم وقابليه حفظه من قبل ملايين الناس أكبر دليل على أنه كلام الله ونتحدى أن يأتون بأي كتاب يستطيع الطفل أن يحفظه بسهولة غير القرآن الذي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر صدق الله العظيم